بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وإلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. السودان يقدم بيانا في اجتماعات الأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي. فرنسا تجدد حرصها على دعم الفترة الانتقالية والوقوف بجانب الشعب السوداني. مبادرات بالخرطوم من أجل توحيد مكونات الشرق والاهتمام بقضايا. أهلا بكم إلى التفاصيل. يقدم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بيان السوداني في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها افتراضيا لأول مرة غدا. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن رئيس الوزراء سيدلي ببيان السودان أمام النقاش العام للدورة بتاريخ 26 من سبتمبر من العام 2020. وأضاف البيان أن الدورة 75 ستعقد للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقة، وذلك نسبة للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة عالميا. كما ستتزامن الدورة هذا العام مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى 75 لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. قدم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تنويرا اليوم الاثنين للمجلس الأعلى للسلام بخصوص لقائه واتفاقه مع رئيس الحركة الشعبية الشمال عبد العزيز الحلو الذي جرى توقيعه بأديس أبابا مؤخرا. وكان حمدوك التقى الحلو بالعاصمة الأثيوبية بدايات سبتمبر الحالي، وتباحثا لمدة 3 أيام حول عملية السلام بالبلاد، وخرجا ببيان وإعلان مشترك أقر مناقشة قضية علاقة الدين والدولة، ووقعا على اتفاق مبدئي حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولات التفاوض. واتفقا على أن يمر هذا الاتفاق على القنوات والأجهزة المعنية من الجانبين، ويسري الاتفاق المشترك ويصير ملزما بعد مناقشته وإجازته من قبل المؤسسات المعنية، وأنه ستتم العودة للمفاوضات الرسمية على ضوء ما تحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية. استقبل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي سفيرة جمهورية فرنسا بالخرطوم إيمانويل بلاتمان، وقالت السفيرة الفرنسية إنها قدمت تعازي ومواساة الحكومة الفرنسية لرئيس مجلس السيادة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من السودان. وأكدت بلاتمان استعداد بلادها لتقديم المساعدات العاجلة للسودان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. وأوضحت السفيرة الفرنسية أنها تقدمت بالتهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الذي تم مؤخرا بجوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. وأكدت إيمانويل بلاتمان التزام فرنسا بالعمل على إقناع الأطراف التي لم تنضم بعد إلى مسيرة السلام للانضمام إلى ركب السلام، كما جددت حرص بلادها على دعم الفترة الانتقالية والوقوف بجانب الشعب السوداني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها. وأضافت أن اللقاء تناول مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة والتي ستباشر عملها بالسودان فور انسحاب قوات بعثة اليوناميد من دارفور. استضاف منبر طيبة بريس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة للحديث حول المبادرة السياسية لتوحيد مكونات الشرق بمشاركة عدد من قيادات الشرق وزعماء الإدارات الأهلية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس طه فكيشيخ طه، قال إن المبادرة تهدف لتوحيد كافة مكونات شرق السودان من إدارات أهلية وقيادات المجتمع المدني، وذلك من أجل توحيد الصف الداخلي والمطالب بالاهتمام بقضايا الشرق دون وصاية من أي جهة، مشيرا إلى أن قضية الشرق هي قضية أساسية وتشمل مطالب عادلة، داعيا المركز والسلطات المختصة بالعمل سويا على المبادرة والاستجابة لتوصيات المبادرة، مشيرا إلى أن النظام السابق كان قد لعب دورا أساسيا في تفتيت مكونات الشرق مما ساهم في معاناة أهل الإقليم، لافتا إلى أن هناك أحزاب تعمل على استغلال القضية للتكسب السياسي ولا صلة لها بالإقليم وقضاياه. هذه المبادرة أنا أعتقد أنها مبادرة ممتازة، ومن سماتها أنها مفتوحة لا حجر على أحد، فنحن محتاجين لأي زول يدلو بدلو، المجتمع المدني،
الطرق الصوفية، الأحزاب السياسية، الغبائل، أي زول داير إنه يشارك ويدلو وبدلو في هذه المبادرة، لا حجر على أحد. طالبت اللجنة المشتركة لمذكرة المطالب النوبية بالإسراع في تنفيذ احتياجات أهالي المنطقة النوبية عبر جدول زمني مناسب. والتقت اللجنة بأمين عام حكومة الولايات الشمالية، قدمت له مذكرة تتناول قضايا المنطقة النوبية الواجب تنفيذها خلال الفترة الانتقالية ووضع آليات لتنفيذها. وأشار عبد الهادي همت عضو اللجنة إلى أنه تم تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع. تناقشنا جيدا في فحوى المذكرة الضمت 33، واتفقنا على تكوين لجنة لمتابعة هذه المهام لغاية نهايتها. لجنة تشكل في الضنجلة هنا مع حكومة الولاية وفي الخرطوم مع الأجهزة الاتحادية، باعتبار أن المطالب جزء منها يعني ممكن تنتهي بقرارات ولائية من الولاية، وجزء منها قرارات ذات سيادة في الخرطوم متابعتها، وإن شاء الله يعني حنصل لنتائج مثمرة. من جانبه، طالب رئيس الهيئة النوبية للتنمية ومناهضة سد دال حكومة الولاية الشمالية بإنزال كل ما جاء في المذكرة إلى أرض الواقع، فيما أشارت ممثل اللجنة الدولية لمناهضة السدود والتعدين العشوائي إلى التقصير الواضح تجاه المرأة وإعطائها كل حقوقها في عهد نظام البشير، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمرأة وتنميتها وتطويرها حتى تطلع بدورها في المجتمع. كل المطالب يجب أن ترى النور، هي مطالب خدمية موجودة يجب أن يتنزل إلى أرض الواقع، في مطالب لإلغاء قرارات جائرة كقرارات السدود، قرارات مصادرة الأراضي، القرار 206، كل هذه الأشياء يجب أن تتنزل لأرض الواقع. نحن ناضلنا طيلة العهد البائد في أننا نوقف السدود ونوقف القرار 206. في حكومة الثورة يجب أن تتنزل قرارات لإلغاء السدود وإلغاء القرار 206. نطلب من مسؤولي الولاية الاهتمام بالمرأة النوبية والرعاية للمرأة النوبية، للأمهات والأمومة، ورفع قدرتها على أساس هي تقدر تعايش وتساير وتشارك في المجتمع بهمة، ودي مهمة جدا جدا. نحن فعلا عندنا يعني تقصير واضح في مراعاة المرأة، في مراعاة الأمهات الأطفال. أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون المجلس السفير بشير عمر مانيس مشروع قانون المجلس القومي للتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2020. قدمته وزيرة التعليم والبحث العلمي انتصار صغيرون، ويهدف القانون إلى تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وذلك لمساعدة أو للمساعدة في إنشاء وحدات فاعلة للتقديم المؤسسي الذاتي وإعداد أطر مقتدرة عبر نشر أنشطة ثقافة الوجود في تلك المؤسسات، فضلا عن تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لوضع المعايير وإنشاء الآليات لتحقيق الجودة على نسق منظومة الاعتماد والإجازة المتعارف عليها عالميا. تمكنت شرطة ولاية القضارف من توقيف عصابة تعمل على تهريب الأسلحة عبر الحدود من وإلى دول الجوار، حيث ضبطت الإدارة الجنائية عدد 500 قطعة مسدس 5 ملي تركية الصنع كانت في طريقها عبر تراكتور إلى خارج الحدود. وقال صابر اللجابو مدير شرطة ولاية القضارف إن هذه العملية امتداد لعمليات سبقت، القصد منها زعزعة الاستقرار والأمن على طول الشريط الحدودي، موضحا أن جرائم كالإتجار بالبشر وتهريب المخدرات تحظى بنشاط كبير، إلا أن عين الشرطة متيقظة بفضل توفير المعلومات والانتشار الكبير للقوات الشرطية. نحتفل بضبطية جديدة في إطار حملات البرق الخاطف حسب موجهات السيد مدير عام الشرطة، وحسب يعني خططنا الأمنية الرامية لتجفيف الجريمة، تجفيف منابعها. الحمد لله يعني تمكنت قوة من شرطة مباحث الولاية بالقبض على عدد 500 طبنجة تركية في طريقة تهريب لدولة جاورة.
الحمد لله يعني الغوا بعد يعني متابعه دقيقه ولصيصه مكنت انها تقبض على العصابه بواحد معهم عدد واحد تركتر وعدد واحد متهم. في غضون ذلك اكدت حكومه ولايه القضارف التزامها بدعم الشرطه حتى تتمكن من اداء دورها المنوط بها في حفظ الامن والاستقرار وتمكين سياده حكم القانون. بجهود كبيره والجبارة التي بذلتها شرطة ولاية القضارف في مكافحة الجريمة وتجفيف أوكار، والذي يجيء متزامنا مع المجهودات التي تبذلها قوات الشرطة السودانية في عملية البرق الخاطف. ولعل هذه الضبطية الكبيرة والضخمة تعبر عن مجهودات شرطة الولاية في مكافحة الجريمة وبسط الأمن والاستقرار بكافة أرجاء الولاية. أكد الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع غرب كردفان اهتمامه بتجويد الخدمة الطبية لكافة المؤمن عليهم والسعي لإدخال القطاعين الخاص والحر تحت مظلة التأمين الصحي. وقال مدير التأمين الصحي بغرب كردفان عادل حسن عبد الحليم إن العام الحالي 2020 سيشهد إدخال عدد من المنافذ الجديدة لتقديم الخدمة الطبية والدوائية في عدد من محليات الولاية، إلى جانب السعي الجاد لإدخال المناطق الخاصة في محليتي الصنوط ولقاوة تحت مظلة التأمين الصحي. دائما نحن بنقول في التأمين الصحي نحن في حالة تواصل مستمر مع المجتمع والمؤمن عليه، وعلى أساس إنه يكونوا متابعين معانا اول باول ما تم في التامين الصحي وشنو هي الانشطه تمت وشنو هي الخطوات تمت وشنو هي الخطط في الفتره الجايه ان شاء الله. يمكن الليله في هذا المنبر نحن تطرقنا لابرز الانجازات تمت في خلال الفتره الفاتت 8 شهور وما هو المخطط لباقي هذا العام. المحاور الرئيسيه تعدنا تكلمنا عن الخدمات الصحيه اللي هي ادخال المنافذ وتوفير الخدمه الدوائيه وشكل الشراكه مع وزاره الصحه وشنو هي التدخلات اللي تمت لتقويه وتطوير النظام الصحي. اعربت اثيوبيا عن تضامنها مع السودان وهو يتعرض لمحنه الفيضانات التي ادت الى دمار في الممتلكات ونتج عنها فقدان للارواح. وقال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في حساب رسمي في تويتر اليوم ان بلاده ملتزمه بالعمل مع حكومه السودان لضمان ان لا تتكرر مثل هذه الفيضانات المدمره مستقبلا. وصلت مطار الخرطوم اليوم الطائرة الثانية الكويتية التي تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية. وأكد القائم بالأعمال الكويتي استمرار جسر المساعدات الكويتية للمتضررين من الفيضانات تباعا حسب توجيهات القيادة الكويتية حتى نهاية هذا الشهر. وقال إن هذه المساعدات تأتي سندا للشعب السوداني لاحتواء محنتهم وتجيء دعما للروابط التاريخية بين البلدين. وأشار إلى أن الدعم الكويتي يتكون من شقين، دعم حكومي وآخر أهلي من الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر الكويتي، مشيرا إلى ما ظلت تقدمه الجمعيات الخيرية الكويتية للسودان عبر مكاتبها بالخرطوم بما يقارب 1,000,000 دينار كويتي يتم توزيعها للأسر المحتاجة والإيواء وللإحصاء والإصحاح البيئي. لليوم الثالث على التوالي يتواصل الجسر الجوي الإنساني الكويتي بتوجيهات من القيادة السياسية الكويتية للتضامن ومساندة الأشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات. تحتوي طائرة اليوم على ما يقارب 10 طن من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومستلزمات إصحاح بيئي. دشنت منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية مشروع القوافل الإغاثية لمتضرري السيول والفيضانات ويوم على جي بتبرع من فاعلي خير من دولة الكويت الشقيقة. وأكد الكويتي دكتور حسين عيسى عبد العزيز مال الله أن جميع التبرعات من فاعلي الخير من دولة الكويت لمساعدة منكوبي الفيضانات تعد مساعدة أخوية، مشيرا إلى أنهم سيروا عدد 5 قوافل تحتوي على مواد تموينية وخيم ومشمعات وقافلة طبية لعلاج الآثار من الفيضانات، معبرا عن سعادته بوجود السودان بل بوجوده بالسودان.
مشيرا إلى تضعاطف الشعب الكويتي مع الشعب السوداني. وقال وليد عبد الرحمن الحاج المدير العام لمنظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية إن القافلة تغطي مناطق السروجية والكدرو والإزرقاب بمحلية بحري ومناطق الشقيلاب والكلاكلا بمحلية جبل أولياء، مشيرا إلى أن القافلة تحتوي على 1000 سلة مواد غذائية و90 خيمة و200 مشمع وبطانية، بالإضافة ليوم علاجي لعدد 600 مريض، لافتا إلى أن القافلة بتمويل من خيرين من دولة الكويت، وجاءت مواساة للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. قمت بجمع التبرعات لمساعدة منكوب الفيضانات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه مساعدة أخوية من الشعب الكويتي إلى الشعب السوداني، وهذا واجب الأخ المسلم تجاه أخوه المسلم، وفضل من الله سبحانه وتعالى يعني هذه راح أسير قوافل، 5 قوافل سيارة قبل أسبوعين قافلتين، وراح نسير إن شاء الله 3 قوافل نسير إلى منطقة السروجية ومنطقة الكدرو ومنطقة الزرقاء بشمال بحري، وكذلك بمحلية جبل أولية منطقة الشقيلاب ومنطقة الكلاكلة. والقافلة تحتوي على 1000 سلة تموينية، 1000 سلة غذائية، و90 خيمة، وكذلك 200 من البطاطين والمشمعات، وكذلك يوم علاج صحي لعلاج أكثر من 600 مريض. وعلى صعيد متصل، وصلت الطائرة العراقية مطار الخرطوم التي تحمل على متنها مواد غذائية وصحية لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان. وقال وزير العمل بل قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لين الشيخ إن مطار الخرطوم استقبل اليوم عددا من الطائرات من الإخوة الأشقاء من كل من الكويت والعراق وسلطنة عمان لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان. تواصلت الطائرات من الأشقاء العرب من الدول المختلفة، ثاني طيارة من دولة العراق الشقيقة، أول الطيارات من مملكة البحرين، أيضا من سلطنة عمان، وطبعا يتواصل الجسر الجوي من دولة الكويت ودولة مصر. يعني ليلة اليوم كان كمية من الطيارات جاءت بتوري الدعم والوقفة الحقيقية من أخواننا وأشقائنا في الدول العربية والدول الجوار. تعهدت والي ولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين بتقديم الدعم اللازم للمتأثرين من السيول والأمطار والفيضانات بمحليتي الدقل وحلفة. ووقفت والي الشمالية خلال زيارتها منطقة دال بمحلية حلفة على حجم الأضرار التي خلفها فيضان بحيرة النوبة واحتياجات المواطنين، مؤكدة سعيها حل مشاكل قرى عكاشة وسركمتو خاصة وتوفير الكهرباء بعد أن تعرضت هذه المناطق للسيول والأمطار والفيضانات. جينا وقفنا وشفنا الأوضاع لطبيعتها، يعني وتلمسنا مشاكلكم حقيقة، مشاكل حقيقية، ومطالبكم مطالب مشروعة. نحن بنبدأ فيها إن شاء الله في جزء بيتم لما نصل من هناك، من هنا نصل حاضرة الولاية، بنقعد مع أركان حربنا وبنقعد كلهم في اختصاصه، بنشاور ونقدر نلب لكم من المطالب الشيء اللي بنقدر عليه. في شيء لابد من يعني نستعين بالمركز، لأنه الحاصل ده حاصل في كل الولاية، يعني حاصل في كل الولاية، بالتالي داير مجهود مضاعف. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان من أمطار غزيرة في 9 ولايات في الساعات القادمة. وقالت الهيئة في تقرير بحسب وحدة الإنذار المبكر أنه تم رصد سحب رعدية في ولايات سنار، القضارف، كسلاء، الجزيرة، النيل الأبيض، جنوب كردفان، غرب كردفان، دارفور الكبرى والنيل الأزرق. وأوضحت أن السحب الرعدية ستستمر حتى صباح غد الثلاثاء، وطالبت مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة باتخاذ التدابير اللازمة. نشرتنا متواصلة معكم فيها بعد الفاصل، تتابعون.
أهلا بكم من جديد إلى جولة عالمية وعربية نبدأها من لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إنه التقى بالرئيس ميشيل عون لإجراء مزيد من المشاورات، مما أثار شكوكا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا. ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في الأول من سبتمبر بتشكيل حكومة خلال أسبوعين ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت قبل 3 عقود. قال مسؤولون بالحكومة اللبنانية إن السلطات نقلت مئات المهاجرين إلى مخيم جديد مؤقت بعد أن دمر حريق مهيمهم المكتظ على جزيرة ليبوس معربين عن أملهم في نقلهم جميعا خلال أسبوع. وقال المتحدث باسم الحكومة إن السلطات تسجل حاليا المهاجرين وتجري لهم فحص مرض كوفيد-19 قبل نقلهم إلى المخيم المؤقت، في حين قال ضابط شرطة إن بعضهم يرفضون الانتقال. وكانت السلطات قد نقلت بالفعل نحو 400 قاصر من الجزيرة إلى البر الرئيسي لليونان منذ اندلاع الحريق، وذلك لإعادة إيوائهم في دول أوروبية أخرى. قضت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين بسجن مستوطن يهودي مدى الحياة لقتله زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع في واقعة إحراق متعمد عام 2015 في الضفة الغربية المحتلة، وأدون عمورام بن أولين البالغ من العمر 21 عام بثلاث تهم بالقتل وتهمتين في محاولة قتل، فيما قررت المحكمة بأنها جرائم بدوافع عنصرية. وحكمت محكمة جزئية في الوسط بوسط إسرائيل يوم الاثنين على بن أولين بالسجن مدى الحياة 3 مرات متتالية في جرائم القتل و20 سنة أخرى بتهمة محاولة القتل، بعد أن تأكدت للمحكمة أن بن أولين ألقى قنابل حارقة على منزل عائلة ومسكن آخر في دوما بعد أن كتب بالطلاء كلمة انتقام على جدرانهما. في أخبار الاقتصاد، تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالأسواق وبالسوق الموازي مقابل الجنيه السوداني في تداولات اليوم الاثنين وسط اختفاء للتجار تجار العملة لتعقب السلطات لأنشطتهم. وبحسب متعاملين فإنه عرض بيع الدولار بواقع 230 و 235 جنيها، فيما سجل سعر بيع الريال السعودي 57 جنيها والدرهم الإماراتي 60 جنيها. سجل معدل التضخم 166.83% لشهر أغسطس من العام 2020 مقارنة بمعدل 143.78% لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدر ب 23.5%. وأوضح البيان أنه على الرغم من ارتفاع غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن، إلا أن مساهمة مجموعة السكن انخفضت عن الشهر السابق، حيث يتأثر التضخم العام بهذه المجموعة نسبة لوزنها الإنفاقي الكبير، كما ارتفعت مساهمة مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت ومجموعة الترويج والثقافة ومجموعة الملابس والأحذية. رياضيا، أعلن نادي المريخ عن أن أعضاء مجلسه الصادق جابر وعمر محمد عبد الله لا يمثلان النادي طوال فترة التعليق. وأوضح النادي بحسب تعميم صحفي أن القرار سيكون ساريا حتى يصدر المجلس ما يفيد برفع قرار التجميد. وجدد مجلس نادي المريخ تأكيده بتجميد عضوية كل من الصادق صالح جابر وعمر محمد عبد الله وفقا للاجتماع الذي عقد في 2 سبتمبر الجاري. وقال النادي بحسب الموقع الرسمي إن العضو الذي يتم تعليق عضويته تتجمد كل صلاحياته وحقوقه المنصوص عليها في نظم ولوائح النادي. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بالعناوين. السودان يقدم بيانا في اجتماعات الأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي. فرنسا تجدد حرصها على دعم الفترة الانتقالية والوقوف بجانب الشعب السوداني. مبادرات بالخرطوم من أجل توحيد مكونات الشرق والاهتمام بقضاياه. تكاملت موضوعات عرض السودان هذا المساء من قناة الشروق. أشكر لكم المتابعة، على أمل اللقاء بكم. ختاما، تحيات فريق العمل وتحياتي في أمان الله.